القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس بيس 437 من دروس التفسير. وسقي مرض ربي أدنفسر سلايا في السبعة المذلايا في السعة من صورة سبع. لقد نحصو يثمثن باللي سيثمسال ثم قرانين إديوسام ذي الصورة ساقي صورة سبع. مسائل الإيمان لا فوا الإيمان و تسيقى ذاكيك وقوارا نياك أي غار خطر ما يليون عرق انتاس يعرق سوفريد في مثال تن الإيمان وريت صوذارة ذي الدوني في ون ما يعرق سوفريد يتقلق لو كنت تقصد ذي ون لادرس في كوات تخدم جي بي اس يمو الحارة استقلق أثنى جي بي ساكي سيربون ديارا أي غرب باش تصوضل هدي في كافري درا كرسي هدي ملا فريد يقرزن نكوني ذي الدوني ثمي عرقا وفريد نتقلق إما يوني عرقا سو فريد أرسي ذي ربي يسن كل شيء صف ربي خطر لاني مذانا سننا غران الخير الرفاح سعان كسفان معنى والله يثمثن يعرقسن وفريد يعرقسن وفريد. لذلك ثمسل ثم قران تديوسان دي سورة سبع مسألة أو مسائل الإيمان، منها الإيمان بالنبوات باش تسملض باللي لان لي بروفيت لي ميساجي استقبالي تقرنص إم والهن تلسا اللغة الأمازيغية الفصيحة إم والهن تلسا بالعربية هداة البشرية أطاس يديش قاربي أطاس السيسن أنقارو أكن ملان صلى الله عليه وسلم جميعا بند أي نوري الزمير ومذانة يوض سوال غيس خطر العقل مقر نعمة عظمى يزمري ونسيون أدين سعي غلاغ ذكس عشرة إينشتاين اللاغ مقر كيني مبروك في الله ملقات الزرد باللي سلا ينزون ورث الزمير ضارة أتصوص العقلي أكني فغوي الله فلا لن تمثال سلعقلي يكفيها القراية الفهمة الحرفة الله يعينك ولكن لن تمثال مشكلة ما يقدرش العقل ظن انترديت منطقة محرمة ما يقدرش بساعة البعث شيني غمل ميث في ذا الدونيث هذا نظام مليار شيني غبالك عشرة مليار هذا نظام عشرة شيني غبالك عشرين مليار يسقواسن سقواسن ميث في ذا الدونيث أمشيث في ذا روح هذه روح المخيشة في غرق في زيش أنروح أرزداث إن إذ كان بريمارا نمث ذا شري يضرون أزكني من بعد الحساب من بعد أن دار نقيم
وقال لي غير زوار ديجا وقال لك اني تسن ما ينسن جدك نجدك جدس نجدي روح الموثن دايدا اي مولان وقال لك يموثن تراجون اثنين تراجون قيون العالم البرزخ عالم البرزخ عالم اخر تنظر غورس اسقي مستحير سبحان الله صافي مي من كينيا دياس دايلينو مي من كوني أدياس وسان مف أغنطلنا غرناكيا السفلة أغفكن دعوة الخير الفاتحة في كل ميم الفاتحة كي قرن في الهرة يغلق المنصدر هي وكذا كي نغيك غرانا كي هذه غرانا أربع الحروف بالك خمسة هذه والدي اليوتيوب ست دقائق كيني أشو الفاتحة يا كي يغلق المنصدر كاس الفاتح المرحوم يموت يشمز كا ورثي السينارا لو كان سفكي لا اف 3 في كان اف 5 بلا ما تنيض سي السن خاطر دي دونيث مي يروح اف 1 ازكا خير ولا شتري سيتي ولا شي كليماتيزور ولا ش والو اخا موري السين واخا الناس يقار انا بيت الدود انا بيت الوحشه انا بيت الظلمه اقلي ذخم من طلام ذخم ولاش ولاش ديكس يضيق مشكله لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقنطلي ونسيني وقادي حضرا استغفروا لاخيكم هاي حوايجكم ظلت سلافو ذا يخدمني مغارا ذا يخدم للشيخ الدعوه الخير وسلوا له التثبيت سثر ربي غادي يثبت السقسين مون كروانا كير انوي ربي انوي دينيك انوي ذنفيك او لا سي با فاسيل ولا ري وار مليح انت ساتي ثبت ربي باش غادي يجاوب سواسوا وثي صغار العقل تصدي البيرمي يا جونيور كنتي اجنيور فغريض البيرمي 100% الكود دو الحاصل كرينو صند كلش زدتو جونيور اكي سقسيك روح اكل لي بلاك النيه صافي وعرفت لي كيسيون وعرفت مليح ميثي قال لي وعرفت اكثر لذلك ربي ذي القران يناد في سوره ابراهيم الايه 26 27 يثبت الله الذين امنوا وقال يمنا لفيدال يمنا في الدونيث باشو بالقول الثابت ولا ذولي ثابت بالقول الثابت لا اله الا الله محمد رسول الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا في صفار العقل الذي يعيش دين سلم وذمة دين سلم وفي الآخرة من المثل الآخر زكا مي يموت بنادم تروح الروحيس انشم ذي انوتر موند لا في اترنال الحياة الأبدية فذا مي غزفت مليح سورة السبأ تجيبنا عن هذه الأسئلة المحيرة هي أسئلة محيرة حيرت الفلاسفة لي غران فيلوزوف دو موند تعرقسن يعرقسن وفري علماء الفيزياء قال غران الفيزياء خاطر لا وين اثنين شركين علماء الفلسفة علماء الفيزياء سنادين لان كان لي موديول اثنقارنو انسومبل سنادين يتم سلاكين الحسابات من ميد في ذا الدونيث مشات تكفو الدونيث من ما تكفو الدونيث ذا غفلاء مقار مليح ني غون ديولواس قلت لكم في يوم من الايام اروع من عبر عن هذه الحيره هو إلي ابو ماضي اروع فيما قرات انا إلي ابو ماضي شاعر وفيلسوف يعني جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت عادي فولا ظافريدة الحوض سعدي زري يضر نتحريك يضربي جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري استعرفي قول الله عرقنتي وزري غارة أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود
هكذا قديم ذا جديد خاطر الا لو قال شي قران بالك شيني يقبل سن القرون سليض ذي الفاز الروحي ذي الفاز ذي الفاز طائر الفاز الدنيا غير فروخني غير ذي الفاز باش تسفر فيها الكدوران ام بعد يموت الفاز ني ابريت يصير ذي الشيني الروحي ثغال ذيك وكي ذاك ذاك في النظام طاسي قلان ديكس المهم وكي اشار الى هذه أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل إنسان مخير أو مسير؟ وكذا كي غران الفلسفة parmi les modules non parmi les thèmes المواضيع اللي غران الإنسان مخير أم مسير؟ هل هو حر؟ أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق في حياة أم مقود؟ المسنة هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ لست أدري. المسنة لماذا لست أدري؟ لست أدري. أي غرز غران وزري غران أي غرز غران يعرق سفريد. المهم مسائل الإيمان صعبة جدا. ما لا يونس على الإيمان إفرات إلا ربي إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كن ملان أنا قالوا ذي محمد صلى الله عليه وسلم يفلحن ذي الإيمان يفلحن أشكي تزرير نورمال إني السلعة ذي اللان ذي الزبور الذيو السلعة ذي اللان ذي الزبور الذيور وذي تسفرفيرا السلعة ذي اللان ذي الطورات يذورر وذاليان السلعة ذي اللان ذي الإنجيل التجارة وين ثمران سلعة ذي اللان ذي القرآن يلدين في بوري غلقان ينزل دغف محمد رسول النبي عزيزا فلاحي كان يفهم في مثال ثم غار في الإيمان بالملائكة حوجة الفلسفة ما يغلد وقشيش وقرود سيد دوح أكثني الزوار انتس الملائكة حادي تقي اسمي سنت الملائكة الحفظة ذي الشرعية ذي الدين كل حاجة سيسميس مثل مغارث اللي يتحوى جارة مسنية طاس ولكن الإيماني سيجهد ذي دورار أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين إنو ذا قرن استقبالي ثوي إنو ذا ليوفا ذي ثيارة يشم ذكيو التونال نشك يواسي قال اللهم الهمني إيمان العجائز أربي رزقي الإيمان أنت مغارة ينق مغارة وقذني ونسينا الأولو ولكن سن ربي استيذت الإيمان يجهد إذن أنا من سن الملائكة سن الأنبياء استكتافين سن القضاء والقدر أما ذي الخير أما ذي وياض أنا من سن الآخر إلى اليوم الآخر إلى آخر ذاقي أنت كمل في سورة السبع الآية السابعة وقال الذين كفروا خطروا قالوا الكفار لأن الكافر السرواث يرنا يخدم الفطل يرنا السعرق الذريذ الغشي هذا كيف كنت نرغي وعري ما يعرق سوفرين ما يعرق غفرد الدونيث عادي أنا وض من بضارة ذي الوقت أنا وضروا طارمي أنا وض ميون موري السينار ربي ذو قيد مسكين هو مالوريزمون وريس على اون سيسيون دو روتراباج يسايف انتو ذرف مثروح ذايا صافي المسائل كي العقيده مسائل الايمان مسائل مهمه الى قاسم تنفرو مليح مليح من غالب من بعد نفرات مسالاكي الحمد لله في مسال العباده مخلف الا يوديون يخدم قيام الليل سي رمضان ارثورا جامي راطي وكي النيفو علي طوب إلا وايض نكولا بقولة ذي خدمي ونياض قيام الليل إلا وايض جامي مي لاباس ذي المؤمن الحمد لله سنين كمد يوض رمضان ديت الدون الدوبليغ القيام ذايا إلا وايض تصوم الاثنين ديال الخميس إلا وايض جامي على ماذا رمضان ديت الدون مي ذي المؤمن لا شوف الشيني علي النيفو إنك في مسالة قلت نجي ربي زعما ماشي اللي كنا في كلية النوط أتونسيون اتونسيون انسو كلخ خاطر الشيطان يوعار اكي والي تصوم بيان اشي كلخ اكي نكشيني وكيف يون انكشيني ولاش
تظليت القيام الحاصل رمضان أكي شوف قندور أكي دياوي كاو. ابن قيم الجوزية: إن الشيطان يأتي الإنسان من باب المعصية فإن عجز يأتيه من باب الطاعة ولا يهمه بأيهما فاز. سيكليرين تكيني في قر الشيطان دياس سوذم المعصية أكيني عصو ربي خدم الربا لا دروغ خدم كويني عصا ما يفكد صفا أشي كلخ أكي دياس سوذم النظام أكينا مشيني ولا شوي كيفن العبادينك الطاعينك هذا غايك الخاش أتصفد وينك نتحقرض يفيك يفي ما لو روح كنس العقل ربي ناد باش هذه الرجلي لو بروبليم هاكي سي غادي يخدم ريدريسمون هذا شو غادي نخاطي يناد كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أغدي قارو لو ذكون ويت عصام ربي ولا ذكون ويت لا موت تزال مارا يهداكني ضربي حمد ربي ذايا وركثيك ما ينطض يا ولد بصنت قد تقفايليث الحبس نوامان وركثيك ما ينطض ربي دي قارو لا الشتلي ديال المعصية يهداكي ضربي حمد ربي ماشي يهداكي باش تحقر ضوياض الدليل في الآية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الكفار السعرق يعرق اسمه فريد السعرقنا فريد وياض وقال الذين كفروا مشركين مكة وكذا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزقين إنكم لفي خلق جديد نبي عليه السلام يناد باللين أنعيش الدنيا ثقيل عبد مجموث في لا يوم القيامة إلا يوم البعث ستيلت أكسو من ناغة في تشدود كل شيء يروح ولكن يوم البعث أدنوغا لكن لا الروح نيادوغال كل شيء يوغال يوم البعث ونفذو الحساب نفذو الرحلة رحلة الحساب اني نعدي ذي الصراط نعدي ايه شحال شغل غير صراجون وجاك نهضر في لسنا كاسيه ذا الساون يا الله واجا مخلوقاكي اي مخلوقاكي الكفار سقرن امش رحت كان الفلاني الاستهزاء استهزاء رحت كان الفلاني غير محمد هاكي صلى الله عليه وسلم لكني قار مراثم ثام ثلا لا خارث ثلا لا اون في ايترنال ثلا أدقنا ولقيت تمسخيرة الاستهزاء ها كل ممزق مزق تسيد تلعب مية فثي مثلين إيه يكفوك سو مني غسان مني أطف خذوانا بعد 50-60 سنة أطفض مثل ديضة أزكى مثل السبة لمسوغين شرعي أتوحد ذا ربي سبحانه أسين صفين كذو غلغمكي إيه هاتسو غلغمكي إغسان نياك ديطاشيناك ممزق إنكم لفي خلق جديد سقر دوغال يعني البعث دوغال الروح نوى دوغال استهزاء سن في صلى الله عليه وسلم أمثلة يوم ديواني يوم دينا غاك ديني هو يوم كان الظلام رمضان زعما يوم القيامة كولو عيش الدنيا تاعك عيش لا في بوان ألا ليني ما كانش حاجة أخرى سيدك يهضر بيت الآخر ثانيك قرمة كولو الدونيث لي زافير لي بروجي لي زانفيستيسمون سي غولي الدونيث والله هارو الزلف ولا شوك ليس والو برنارد شو برنارد شو فيلوزوف كبير انجليزي يسموه الفيلسوف الساخر نتساس الفلسفة ينسكان اسي قار لو كان الدونيث ذايا سي قار مسرحية تافهة مسرحية تافهة الولد ذي مشطاح نسي مغورا بعد نخدم تجارة نخدم كذا اني مغورا نمث ذايا يرنا ولي عاش 60 سنة ملقان 8 سوايع صافي انتيار يتصيد 8 سوايع معناها 20 ساعة يتطوس 10 سنين روح انت دي لونكومبرومون نكون نسا لونكومبرومون زيكو قال الحنس يغيال
سي انا لونكومبرمون سي انا البروبليمي وليش الستريس لونغواس حنا عندنا سيارات عندنا مي عندنا كاع المرض لونغواس خاطر كاين لونكومبرمون اذا 10 سنين يبسني غدا ولا كي يوث يوينك كي 45 سنه لونكومبرمون دا كوفري لونكومبرمون الحياه سي وكا سندين يا نو في غير شغالي قيم تاخذ شراب بوسنا كني دايا دايا سبحان صافي الدونيث ثو غالو السوي والو دار السوى والو انما هي ما يبروفيتي بنادم الدونيث هكذا الزرع اذا يغلف ليهم اين يزرع ومزان في الدونيث في غلف في الاخر اي غادي نربي سوره الكهف الايه ثاني جاروث الايه 110 فمن كان يرجو لقاء ربه وين يتراجون لمقابل ربي فليعمل عملا صالحا خدم الصلاح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أكي سنان هذا نكران لعقيدة البعث افترى على الله كذبا به جنة أسقر محمد يسكد في دغف ربي الأنبياء صادقون الأنبياء أمنا أمنا نتسلم على الصلاة والسلام قبل أن يغلد النبي سمناس الصادق الأمين وين يهضرن في ذتس ومذياز ذي ثقبيلي في النياس أرجز مثخص تي ذتس ولي ذس يخدم ليمين إيقان غيقيم الصادق الأمين ربي ناد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي النظام وما على الرسول إلا البلاغ من الكفار قسقارا يزمر الحال محمد يسكد في دغف ربي أن به جنة يسلف وثنت الجنون وثنت الجنون الجن الناس اللي تساوين الخضارات نسيت سمسليه كان أكا باش تزرى ماشي قدر الفلاسة أو ماشي السهلة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة بسهولة لا هو ومن معه من الصحابة عثذن عثذن مليح ممكن ما نهضر في الجدود النار أديني الجدود النار عثذن مليح الزيك ولاش الوسائل ولاش التراكتورين ولاش لاكرو فنا الجوامع فنا في معمرين الميزيريا يوذفل أكني صغر القرآن دي في معمرين داير حرشنا خير النار خدمن في معمرين باش الحزن ولا ربي سي بور سا كوني بعد الاستقلال هد كلش من سعى الشياخ يتظل التراويح مبلا نسخة سكوين يحفظون تقول لا غنسن خاطر سي معمرين صافي في السنيا في ربي الصحابة ذاغ عثذن مليح ربي ناد مستهم البأساء والضراء وزلزل مي دغري الايه قد ميشي شو لي دوز لي دوز تذفيرتها مستهم البأساء ديجا ثوار لا دوز نظن والضراء ثوار اكثر فانقالوث وزلزلوا يعدف لس الحيف ذا مقران زلزلة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله في وضص غل حد ذين بعد ربي ند ألا إن نصر الله قريب ربي ما فضيق توسع إذا ضاق الأمر اتسع بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ربي جاوفد الكفاراكي ذا شو دينا إن يسويق ذور نومين را أكن ملان ذي المشركين ذي الكفار يكو وقذا نومين را سلاخر أي غرام بل الذين لا يؤمنون بالآخرة ذا قد دينا ربي الذين لا يؤمنون بالله وخاطئ يركز في الآخر تزرى ما يغار كنت في الفاضنا النبي صلى الله عليه وسلم أطاس الأحاديث إيدينا وين يوم نصر بيس لاخرف يشديثنا كا لاخرف 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 خطر يون ما يوم نص لاخرف أذيه قيمانيس الحساب أذي خلص
دار الجزاء، الدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء. أي نزرع دي الدنيا تنمير في الآخر. يرنا الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. ذيني من في عسى السلام تصل أحدك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان عديد الأحاديث جاءت بهذه الصيغة. ذي ربي قال بل الذين لا يؤمن بالآخرة ويقذوا نؤمن رسل خرف أثني سرجوا العذاب مقران يرنث نايذ في الضلال البعيد، في العذاب والضلال البعيد. خطر ميم الضلال سيدي دوغري لخكا يزمر يوم ديال راتية فريف أطراتية 19 دقيقة زيادة سين مالوريزمون راح نتي 10 مينوت إما ثراتية 4 سوايع أكيك شمنون بغفلة اشتلاف لالوكا ديال الراتين أفريف هاكي سيدي ربي الصراط المستقيم ضلالة مشطوح لن وياض الضلال البعيد. ملاحظة الحركة في هذا المجال غير مقبولة باسمي وباسم المشايخ. الحركة منذ الدرس الخطبتين الحركة في هذا المجال ممنوعة ستي كونسونتري دوك هذه الأخيرة الشرع الناد ما يسديون روتار هذه الظل دادي ماشي واحد يجي روتار الشيخ يخطب هو يجي يصلي هنا ركعتين. لو كان تشوف هنا 10 مترات فارغة ما تصليش راك تدي في الإثم ما تشوش على الإمام. معليش خاطر دي فوا يتغلق المسقر صدرا أكيني خدمة السنة السنة ديرها ليه لا زونا كي انترديت تصيد أوروتار قيمة ذاكين عادي من كر القيام نصليو الله يبارك لنا نصطف يوني. معذرة هذه ملاحظة جاءت فرصتها باش نقولها للجميع فعنا يا غاكوة كلنا معنيون بهذا التوجيه. يجي واحد الإمام يصلي الظهر أرى في الركعة الثالثة يجي واحد روتار يقول السلام عليكم على بالكم الغاشي يصلي وهم ماذا تنتظر يردوا عليك سلام. وأحيانا الشيخ يكون في التحيات مازال ما سلمش كي يجي واحد اللي يقول السلام عليكم يسلموا معاه على اعتقاد أن الإمام هو اللي يسلم. على واحد السلوكيات تعبانة جدا نملو السيفيزم نهضر بالشريعة نغص قبايلي نغص السيفيزم بدل من الحمادين السيفيزم سيفيزم. معذرة على هذه الملاحظة ولكن الدين يعلمنا أيضا الأدب. شكرا لكم. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. الآية الأخيرة ربي سبحانه يفكي غد بعض دلائل القدرة. ربي سبحانه على كل شيء قدير يزمر كل شيء. إجنوان ذنسيث دي خلق والسماء ذات الحبك في القاعدة ذنسيثير ذنسيث دي خلق ذيك سيسفن لفحور لوزينات الجوامع خامن يرنث دويرة أخذ دوير هي بارابور سين دي خلق ربي تمشطح مليح 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 مليح. العلم ثورة التطور تطور جدا ما ثوالي هذا كان ذا شو السوا ذا شو القيمة القاعة ذي ينسي ذي رياك إيه مليار ناقين الغاشي أوليو باشاني ذير ذي ثالوي ذا نسي ذير ذي القرة ذي ذمن الاقتلاث وكذا لو كان تشي القاعة ينسي ذي خلقا أسينا ربي بزاف. البشر أجي يدخل قض خذ من تواغيث ززني ذمن القرة الفاطل كل شيء إلا سي بور سي لاقاتي لاخر فلا. ولكن هي بالنسبه لمخلوقات الله لا شيء.
رب دي قال لك الزمر غد خدمة كلش أما ذي جنوان تقطفني جنوان أما ذي القاعة ناد نخسف بهم الأرض يعني الخسف يا أخي تولي ثورة زلازل لي بولي فولكون أو كل شيء يضرون ربي يزمر كلش السيقاري وقال الناس سيقار ونتسقوا على ربي خطر وقال ذاك يكفرا وقال ذاك يوم يعرقوا فريد سمحتي فيك ولا استهضر كيني كيني ما نخافش ربي شيني كتسقوا على ربي كنت تسقوا على غيرها انت مسكين اما كي نكون دني غاسني اللي كنا ذي لي انسان كي ميطاج اتحرك شويه زنزله تفغ العقل من ما ديوض القاعه إذ ما ديوض القاعه يخسف تيفت سرف فيك ولا ذي يرقوها كوشمار ترقيث اتسهبل ذكر الصباح كيني الحمد لله هيني ترقيث ذا كوشمار اولي تسقوضنا كوشمار تسقوضنا ربي ويرنا كل شيء يريف اسنيس يفكي غد كورونا ان شاء الله هو اردوغان تخدم ذي نغتير اوك تخلقيت مرة ها يحبس الايكونومي يحبس كلش كل شيء يحبس اللوسينات الجوامع غلقان كل شيء يحبس يونو فيروس وريزميري ونثي واليس والنيس ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو والجنود من ربي سبحانه الآيان يظن ولله جنود السماوات والأرض وذا ربي سعى القدرة يناد في سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كل شيء يريف اسم ربي سبحانه بعد شو دينا إن في ذلك لآية فقي آية لكل عبد منيب لعبدني الله يبارك يسر سيمانيس يلحو في ضارنيس يلحو في القاعة ولما يشض يثوب عادي مرحبا ربي سبحانه يحملها ما تشغي تراجو باش نذنب باش يعاقب لا أرجى آية في القرآن واش قال فيها ربي قل يا عبادي الذين أسرفوا وقال يخدم الذنوب بمقرانا في مشطاح يخدم كلش إناد أسرفوا على أنفسهم ظرن كان منسا إناد لا تقنطوا من رحمة الله وتسيسترس الرحمة ربي إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني سونز اكسبسيون ياك الذنوب ديني قال القبائل ربي يعفو يغفر يوين الشظن يوخر إنه هو الغفور الرحيم سيدي أربعة لي كونفيرماسيون أربعة ربي دي قال غفور رحيم ميزما ديال سي ودينا سينا نو شيني سي ترو يفاتيك الحال علمي تبضل 50 سنة غتبضل تزاليت واش دخلك ديال الأمور هاكي يبدا تزاليت من بعد هو البروبليم ما دير راترابي كلش يبالك شيني ستفتن وسنة كي نقولها تنتصادد ذي المعاصي وتمصد بسوء الخاتمة ونزرارة فم ديثنا غم كثيري إنما نسوثر كان دي سيدي ربي باش غي السر دوني ثلاخر أكون يفك ربي السر ذي سر ثلاثا سر جاون ثلويث أرثي ميث.